الكريم أصحاب السعادة المحترمين أيها الحضور الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الصرح الدبلوماسي العراقي العتيد ونحن اليوم نقف شهودا على لحظة تميز وإبداع صنعها لنا فنانون عراقيون كانوا حقيقة حملوا بين أضلاعهم هموم العراق وألق العراق إلى إيطاليا وإلى عاصمتها روما لينثروا كل ودادهم وأفكارهم بين يدي أصدقائهم الإيطاليين. طبعا هذا النشاط الثقافي أنا أشكر سعادة زميلي وأخي سعادة السفير سيوان برزاني الذي كان له الجهد الأكبر في هذا النشاط، ونحن حقيقة نعتبر النشاط الثقافي للسفارة هو جزء لا يتجزأ من نشاطها الدبلوماسي، هو امتداد لنشاطها الدبلوماسي والإعلامي، لأنه يعني يجب علينا أن نعرف الجمهور الإيطالي بحضارة وادي الرافدين وبثقافة أهلها وبالفلكلور العراقي وبالفن العراقي. نحن اليوم عندما نتمعن في عمل فناننا الكبير فرهاد نجد أنه جعل في لوحاته نهايات سائبة، حيوطه التأليفية، تنظيماته اللونية جعلت كل شيء نهايته سائبة وبيد المتلقي، يريد أن يستفز خيال المتلقي لكي كل واحد ينظر إلى اللوحة من زاوية خاصة. على كل حال نحن نثمن هذا العمل ونشيد به، وإن شاء الله يكون بالإضافة إلى المهرجان الفني الدولي الذي ننظمه نحن في سفارة الفاتيكان جنبا إلى جنب مع سفارتنا لدى روما، كل هذه الأنشطة تصب في خدمة الإبراز وتجسيد الموروث الحضاري العراقي، وبالإضافة إلى الإبداعات العراقية في زمن العراق الجديد التي تفتحت وتنفست عن وأفصحت عن مكنوناتها بعد سنين طويلة من القهر والديكتاتورية والطغيان. أشيد وأشد على يد فناني الكبير وأتمنى له كل الموفقية والنجاح والسلام عليكم.